مش هتكلم فيه عشاني هتكلم فيه علشان الناس اللي ورا هذا الامر النهارده و وده بيبقى الموسم من هنا لاخر السنه يعني بيبتدي ما يسمى باستفتاءات احسن برنامج واحسن مذيع واحسن قناه وهو الأخر. اول استفتاء والحمد لله يمكن احنا اخر 10 12 سنه الفريق ده بالمذيع بتاعه بالبرنامج بتاعه بكل حاجه الحمد لله بنحصل على الكثير من التقدير يعني لكن انا مش عايز اتكلم عن نفسي ولا عن حاجه عايز اتكلم عن الناس اللي ورا الكلام النهارده جريده وشوشه ال... الاستفتاء بتاع... بتاعها ام بي سي مصر احسن قناه 2019 وعايز اتكلم على ام بي سي مصر والدعم اللي احنا خدناه في هذه القناه والاستاذ محمد عبد المتعال والشيخ وليد الابراهيم اللي وقفوا ورا البرنامج ده من اول يوم، بصراحه يعني اتعمل لنا كل حاجه، وخدنا كل الامكانيات، وبسببهم انا دايما مش عايز نتكلم عملنا ايه ولا، ولكن بسبب هذه الاداره وبسبب سرعتها وبسبب انها فعلا ادتنا فرصه ان احنا برنامج ضخم، ام بي سي مصر بالبرنامج ده وبعدد من المسلسلات الكبيرة وبالنجاح الكبير اللي اتعمل في رمضان وأشياء كثيرة ام بي سي مصر هي أفضل قناة في 2019 هذا الرجل عمرو أديب تم اختياره أفضل مذيع في 2019 وهذا أمر مش عايز أتكلم فيه ولو ولكن أشكر يعني الناس اللي عملت هذا الأمر والاستفتاء اللي أدى أن أنا بقى أحسن مذيع في 2019 الأهم انه برنامج الحكايه هو احسن برنامج في 2019 وهنا لازم اشكر كل الناس اللي بتشتغل معايا لازم اشكر كل الناس اللي بتشتغل معايا انا يا جماعه مجرد وجهه انا مجرد فاترينا انا الناس بتجهزني الناس بتلمعني الناس بتديني فرصه ان انا ابان شكلي كويس انما انا مجهودي في البرنامج ده ما يجيش 20% في 80% ناس ورايا هي اللي بتعمل الكلام ده ناس جوه البرنامج وناس بره البرنامج ناس كتير بيشتغلوا عليا طول اليوم ان انا اطلع شكلي كويس ان انا اطلع شكلي جيد ان انا اطلع عارف ان انا بان فاهم وهو ده سر التوك شو دايما كانوا يعلمونا زمان اما ابتدينا ونشوف الامريكان وبتاع يقول لك اهم حاجه ان المذيع يبان عارف وده تلاقوه في كل مذيعين الامريكان المذيع الامريكاني شكله عارف ولكن في النهايه في اللي بيجهزه في اللي بيجيب له المعلومات في اللي بيجيب له المكالمات في اللي بيجيب له الشخصيات في اللي بيجيب له الضيوف فانا دوري جوه الحكايه ما يجيش اكتر من 20% لان انا نهايه بس اليوم انما طول اليوم الناس اللي بتصورني الناس اللي بتعمل التقارير الناس اللي في الاعداد الناس اللي في كنترول روم الناس اللي في الساتلايت اللي في دبي الناس اللي بتصفرني الناس اللي بتسمح لي ان انا اروح واجي واعمل كل ده يؤدي في النهايه ان انت النهارده عندك ثلاث مراكز هامه جدا احسن برنامج احسن مذيع احسن قناه فاحنا لينا الشرف ان احنا موجودين في احسن قناه وانا ليا الشرف ان انا موجود في احسن برنامج وزي ما بقول لحضراتكم الحمد لله على مدى السنوات ويمكن من هنا لاخر السنه حضراتكم هتشوفوا يعني ارقام كتيره زي دي الحمد لله من غير حتى استفتاءات ولا حاجه يمكن اللي بيتفرج علينا شايف الجهد الاعلاني اللي موجود الاعلانات اللي بتيجي على البرنامج الحمد لله لنا تاثير الحمد لله عايز اقول انه مثلا 70 80% من المعلومات اللي بنقولها لحضراتكم بتطلع صح في جزء طبعا يقبل الخطا لاسباب كثيره ليه علاقه بينا وليه علاقه بالمجتمع الاعلامي اللي احنا بنشتغل فيه عايز اشكر كل الناس اللي عملاني عايز اشكر السوشيال ميديا احنا بنتكلم على موقع في سنه على اليوتيوب بتاع الحكايه قرب المليون مشترك دلوقتي او مليون مشترك دلوقتي وبنتكلم على ربع مليار مشاهده في سنه لبرنامج ربع مليار مشاهده في سنه 250 مليون مشاهده للموقع طبعا لو اتكلم على الفيسبوك بقى وفيديوهات الفيسبوك ارقام كبيره جدا الحمد لله انا بشكر كل الناس السبب في انها تطلعني شكلي كويس اللي اللي في سني واللي عمل السنين دي كلها في اخر ايامه ما يحبش يقع ما يحبش يبقى شكله مش كويس فانا بشكر كل الناس اللي مخليها شكلي جيد بشكر كل الناس اللي سنداني بشكر كل الناس اللي بتخليني قدام الناس شكلي ماسك نفسه بالليل بكثير من المعلومات كثير من المجهود النهارده انا بهني كل الناس ما بهنيش نفسي انا بهني الناس اللي شغاله جوه المحطه الناس اللي شغالة وبنتكلم على جيش جرار ب... بتكلم عن الناس اللي شغالة في البرنامج بتكلم عن الناس اللي بتشتغل عليا علشان أطلع كده وعلى فكرة هو ده سر الشغلانة اوعى تصدق أبدا إنه في حد يبقى لوحده ويعمل حاجة تيم وورك الفريق والفريق عندي أنا عند عمرو أهم من عمرو نفسه ومن أي حاجة الفريق اللي ورايا المسؤولين على المحطة المسؤولين عن القناه نفسها كان في ثقه وكان في شيء نقدر نقدمه لحضرتك فانا سعيد جدا النهارده وان شاء الله نشوف اشياء كثيره